هاي هاي هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وحلوين. وحشتوني من اخر فيو لينا مع بعض. راجعين النهارده بفيديو جديد. هكلمكم عن حاجه حلوه قوي. لسه ما اشتركتش في القناه، يلا تشترك بسرعه وتفعلي زر الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وكمان لو عجبك الفيديو ده اعملي لايك وشير واكتبي لي كومنت تشجعيني فيه. النهارده جايبه لكم البديل الارخص للبادي لوشن بتاع باس اند بادي وركس. انا الفتره دي عايزه اقول لكم، مش من كتير، الفتره دي بجرب كده بادي لوشن جديد. البادي لوشن ده اماراتي، اسمه ايد تقريبا، اسمه كده ايد، هو عشان اماراتي. حتى بصوا اللي ورا كله انجليش، يعني هي حاجات كلها انجليش. البادي لوشن ده انا جايباه جديد، وده البادي لوشن بتاع باس اند بادي وركس. طبعا معروف ده الريحة دي اسمها ميت اباوت يو. ده بالفيتامين اي والشيا، وحلو قوي برضو كان معايا. بس بصراحة مفيش حاجة تتقارن بالبادي لوشن ده، يعني انا مش عارفة اوصف لكم ايه ولا ايه فيه. اولا ريحته جميله جميله جميله، مش عارفه اوصف لكم ريحته جميله قد ايه. ريحته نظافه، والريحه بتثبت وناعم على الجسم، ريحته فظيعه. يعني انا فعلا بطلب من كل بنت بتشوفني وبتتفرج على الفيديو تاخد سكرين شوت من البادي لوشن ده وتسال عليه وتجيبه. يعني اتكلم عن حلاوته ولا على جمال سعره؟ بصراحه ده يضرب اي حاجه من باس اند بادي وركس. يعني انا مجربه ريحتين من باس اند بادي، طبعا مجربه دارك كيس الغنيه على التعريف طبعا، ومجربه ميت اباوت يو. بصراحه انا بص ركناهم ما بستخدمهمش اهم، فاضل منهم كتير برضو، وشغاله بالبادي لوشن ده بعد كل شاور. مفيش حاجه تقدر تتقارن بيه. يعني حتى باس اند بادي المعروفه بروايحها وبقوه روايحها، مش قادر اقرب عليهم من ساعه ما جبت البادي لوشن الاماراتي ده. فعلا اختراع جميل جدا، البديل الارخص لباس اند بادي، البديل الارخص لباس اند بادي وركس. يعني باس اند بادي وركس معروفه بروايحها وبقوه روايحها، مفيش حاجه تتقارن بيها. انا من ساعه ما جبت وانا موقفه دارك كيس، مع اني كنت بحبها جدا جدا جدا، وميت اباوت بيو برضو كنت بستخدمها برضو، بس بصراحه انا موقفاها ومش قادره ان انا ما استخدمش الجديد اللي انا جايباه اللي هو الاماراتي ده. اول حاجه يا بنات، مميزاته سعره جميل. انا جايباه بكام؟ جايباه ب65 جنيه. تخيلوا بادي لوشن بقوه الريحه اللي فيه، ولسه ما قلتلكمش ثباته، انا سايبه ثباته ده لاخر نقطه. كل ده بكلمكم عن سعره وعن حلاوه الريحه اللي جواه، ما كلمتكمش لسه على ثباته. فاول حاجه سعره 65 جنيه، تاني حاجة هو اماراتي، تالت حاجة كميته كبيرة، يعني هيقعد معاكي كتير. ده 236 ملي، نفس حجم باس اند بادي وركس 206. اهو بصوا انا جايبالكوا الاتنين اهو، 236 ملي. بس بصراحة ده ما يتقارنش بده خالص، يعني ده حاجة وده حاجة. يعني عايزة اقول لكم يا بنويت ان ثباته 6 ساعات على جسمك بتكوني شم ريحته. تصوروا يعني انت لو جبتي باس اند بادي وركس لو سبت معاكي ساعتين ثلاثة بالكتير، مش هيكمل معاكي اكتر من 3 ساعات. لكن ده بعد 6 ساعات كنت شمة ريحة جسمي بالبادي لوشن ده. فده بصراحة جميل جدا جدا جدا، سعره تحفة، ثباته جميل، والريحة اللي انا مختاراها دي ريحة نظافة. الريحة دي والريحة بنات اللي مختاراها ريحة كده ورود هادية، ورود رقيقة جدا، ريحة أنوثية في نفسها وبناتي كده، وتحسي ان هي يعني ريحة ورود، بس ورود يعني ورود كده مسكرة، ورود سويت، ورود سويتي كده. يعني الريحة دي مميزة جدا. انا هوريكم قوامه على ايدي، ان بصراحة مش قادرة مجربوش، يعني مش قادرة. بصوا بنات انا حطيت كتير، يمكن اهو بصوا عامل ازاي، بصوا قوامه مش خفيف، يعني بصوا اهو، بصوا قوامه عامل ازاي، مش خفيف، حلو قوامه، يعني قوامه بصوا كريم، يعني تحسوا ان هو ايه، قوامه جميل جدا. بصوا عامل ازاي في ايدي، بصوا هوزعه لكم في ايدي واجي. انا وزعته، بصوا بيدي كده زي شايني كده، لمعه جميل قوي.
الريحه دي ريحه ريحه انوثيه، وزي ما قلت لكم ريحه فيها ورود، بس ورود رقيقه خالص، ورود كده مسكره، يعني فيها ورود بس ورود مسكره اهو. عشان اقول لكم ان هو الامارات صنعه في اهي، اتثبتت عليها كاميرا، صنعه في الامارات العربيه المتحده، عشان ممكن هو اماراتي، هو فعلا اماراتي. وانا كمان بقى عملت ايه، جبت البادي لوشن نفس البادي، سوري البادي سبلاش نفس ريحه البادي لوشن. فمش عايزه اقول لكم الجمال، بعد ما بدهن البادي لوشن على جسمي بحطه البادي سبلاش بعديه او البادي ميست بعديه، فبيبقى حاسه كده فواحه ماشيه كده فواحه، ريحتي بتبقى جميله جدا، بعزز ريحه البادي لوشن بالبادي ميست، هما الاثنين نفس الريحه. يعني انا اهي الريحه دي ضروري انك تجيبوا زيها، يعني لو عروسه لازم تدخلي بحاجه زي كده. الريحه اهي ليميتلس اهي، يعني انا بحاول ليميتلس اهي يا بنات، وضحتها لكم اهي ليميتلس، الريحه اسمها كده. وبرده ريحه البادي ميست اهي ليميتلس، البادي ميست ب 70 والبادي لوشن ب 65، مفيش ارخص من كده. لو انت عروسه حقيقي حقيقي، البادي ميست والبادي لوشن ده هيفرق معاكي. انا مش هقول لكم اكتر من كده، ان البادي ميست والبادي لوشن ده لو انت عروسه لازم تسالي عليه، خدي سكرين شوت، يعني انا عايزاكم كده تاخدوا سكرين شوت وتسالوا عليه، شوفوا اقل بادي ميست باس اند بادي كام، واحكموا بين ثبات البادي ميست بتاع باس اند بادي والبادي ميست بتاع اللي هو الاماراتي ده، ففعلا ما يتقارنش، حقيقي ما يتقارنش، ولا البادي ميست بتاع باس اند بادي بيثبت ولا البادي لوشن بيثبت. انا ما شفتش زي ثبات دول، يعني انا مجربه لوشنات كتير ما شفتش زي ثبات النوع ده، اسمه اهو ايد اي، مش عارفه ايه ايد اي اهو. هو في منه روايح كتير، بس دي اكتر ريحه عجبتني، لازم تاخدوه سكرين شوت وتسالوا عليه. سعره الاثنين مش مكملين 130 جنيه، فلو انت عروسه حقيقي ما تدخليش من غير البادي ميست والبادي لوشن ده. انا حقيقي حاسه ان انا مش عارفه اوصف لكم برده جمال الريحه. الورد اللي في البادي لوشن رقيق جدا جدا جدا، الورد سويتي 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 على الاخر جدا، يعني سويتي قوي الورد اللي جوه البادي لوشن ده، وريحته ريحه انوثيه وبناتي كده، ريحتك نظافه انك انت مستحميه واخده شاور، وحاطه البادي لوشن البادي ميست بتاع نفس الريحه، فانت بتعززي ريحه البادي لوشن بنفس ريحه ايه البادي ميست. حبيت اقول لكم المقارنه بين باس اند بادي، وجبت لكم البديل الارخص عشان البنات بتحب البديل الارخص، فالنوع ده هو البديل الارخص لباس اند بادي وركس، والدارك كيس برضو من باس اند بادي وركس. وكده فيديو النهارده خلص يا حلوين، اشوفكم فيديو جديد، باي 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 باي.